تعالى هنقولك ازاي تعمل مشروع استزراع سمكي بأقل تكاليف وأعلى مكسب. أول حاجة تكون قطعة الأرض اللي هيتم إقامة المزرعة عليها غير صالحة للزراعة. قطعة الأرض تكون جنب مصرف زراعي عشان تقدر تحصل على ترخيص من وزارة الزراعة. قسم قطعة الأرض لمجموعة أحواض ويفضل تكون مستطيلة، وكمان توفر مصدر لتزويد المية ومصدر لصرفها. زود أرض الحوض بسماد زي السبلة الناتجة عن مخرجات الدواجن. اختار الزريعة اللي هيتم وضعها في الحوض. المتر المربع من المية يكون فيه 5 سمكات وبدالات وجهاز بلور يوصل في المية عشان يحرك المية ويوفر الأكسجين. أفضل الأنواع اللي بيتم استخدامها في الاستزراع في الأراضي الطينية هو السمك البلطي وحيد الجنس من الذكور، واللي لازم تجيبه من مفرخات معتمدة. بيحتاج الحوض لأسمدة خاصة بتغذية الأسماك توصل ل 30% من حجم الأسماك الموجودة بالحوض. بيبدأ الاستزراع للأراضي الطينية في نص شهر مارس لحد شهر ديسمبر، وبتكون دورة واحدة بس. حصيلة الدورة الواحدة من الاستزراع في الأراضي الطينية من 6 ل 12 طن حسب نوع الاستزراع. الاستزراع السمكي المكثف في الصحراء بيعتمد على مية الآبار. تكثيف عدد السمك في الاستزراع السمكي الصحراوي عشان يوصل ل 20 كيلو في المتر المكعب. بيتم تحديد نوع السمك حسب درجة ملوحة المية اللي بيتم استخراجها. إنتاجية الفدان الواحد بتوصل لأكتر من 100 طن. لازم تستخدم بدلات الهواء عشان الأكسجين والبلورات. كل كيلو علف السمك بياكله هينتج 130 جرام نيتروجين، وبكده المية اللي هتخرج من الحوض هتكون متحملة بأسمدة طبيعية. المية المستخدمة لعمل مزرعة سمكية بتبلغ مساحتها فدان، وبيتم استخدامها في ري أكتر من 100 فدان أرض صحراوية. فدان الاستزراع السمكي بيوفر فرص عمل لأربع شباب على الأقل.